يتجول على سفوح الجبال بحثا عن أوكارها، يطاردها من جبل إلى جبل، لا يكترث لارتفاع تلك الجبال أو انخفاضها. فالمهم لديه هو الوصول إلى الهدف الذي لا يعد فقط صعب المنال للغالبية العظمى من الناس، بل إنه يندرج تحت بند الخيال وربما الكابوس للكثيرين. هذا مش ضبع واحد لحاله، هاي اثنين ثلاثة تلاقيين هاي ضبعة بجري والده وراها أولادها، شايف؟ لأنه فعلا فعلا في ضبع. راضي العوض المواطن العجلوني احترف مهنة مهاجمة الضباع في أوكارها، لا يأبه بما يطلق على تلك الحيوانات من صفات مرعبة كالافتراس والانقضاض على الفريسة وتقطيع أوصالها، بل إنه هو الذي أصبح يشكل مصدر رعب للضباع التي تتخلى عن شراستها أمام هذا الشخص الذي حير الجميع بهوايته المحفوفة بالمخاطر. هاي المسحرة ثلاثة، هاي البيت تبعه، هاي الأثر تبعه، بس الأثر زي ما تقول يعني مش لهذاك الدرجة، يعني ممكن معمري ممكن شو معمري، المفروض نشوف جوا وإن شاء الله على الله النبي بدي أفوز نشوف كيف. راض الذي أصبح ملاذا للكثيرين ممن يئنون تحت وطأة الهجوم المستمر للضباع على أغنامهم وممتلكاتهم. يعني شد أقول لك، الغنم بالبطين، على المصري بالطريق حمينام بالخلع عند المواشي، كل يوم حي على الصلاح حي على الفلاح يذبح له شاحشين ويأخذهن، وكلاب أكلوا الكلاب ما خلاش، ما خلى على اللي قدامه واللي وراه، يعني كل يوم منه مخرب الدنيا كل يوم. يبدأ رحلة القبض على الضبع بتقصي أثره بين الجبال حتى يصل إلى ما يسمى بالموكرة، لتبدأ بعدها الحلقات الأكثر رعبا عندما يبدأ بالزحف إلى الداخل طالبا من مساعديه إغلاق باب الوكر بالحجارة فور دخوله، وذلك خوفا من هروب الضبع. الساعة اللي أنا سكرنا عليه هيك هو فات جوا، الساعة بعملية إنه شو جوا بساوي بربط الضبع وبرجمه، وبس يطلع الصوت تاعه انه افتحوا لي الباب افتحوا لي الباب افتحوا لي الباب ونطلع الضبع من جنب الضبع ونضل نسحب. هي الضبع طلع، دير بالك. ما عليك، دير بالك يا اخوي، دير بالك، توكل على الله. بعد الذكر شاي اما راح يحصل عليه ان شاء الله كل يوم لان نفس المنطقه بنفس اداء. طبعا لو معانا شويه مي، معاكم شويه مي يسقي؟ هات لي قزازه المي، هات لي قزازه المي، هات لي قزازه المي عشان قد ما حصل حرق، لانه هاي شايف عطشان طبعا هيوقف. هاي هذا عطشان طبعا بسقيهن انا، بطعمن بروضهن وبرقيهن عطشان، شايف؟ هذا اذا كانت له العطش كيف عاد عن الجوع. وما أن ينتهي راضي من مهمته حتى يقوم باستهلال خطوات الترويض، ومن ثم اصطحابه إلى منزله حيث يعد مكانا مخصصا لفرائسه من الضباع.
عملية مطاردة الضبع استمرت تقريبا 4 إلى 5 ساعات. استطعنا في النهاية مسك الضبع الذي سبق وأن شكى منه الجيران.